أنماط الشخصية الكتابية كانت مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور، الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث أجرى البرنامج اتصالا حول هذا الموضوع مع ثلاثة من الأكاديميين المختصين في المجال النفسي، وهم الدكتور عامر المصري والدكتور سمير ظواهر والدكتورة حنان هلس. تناولوا خلال الحديث أنماط الشخصية وكيفية التعامل مع السلوكيات وردة الفعل لدى كل شخص في المواقف المختلفة، كما أشار ضيوف الحلقة إلى دور المجتمع في التأثير على تكوين شخصية الفرد ومدى تنمية هذه الشخصية بطريقة إيجابية في ظل أقصى درجات الضغط والسيطرة على السلوك السوي. موضوع الشخصية موضوع ليس جديد، صح؟ نعم. احنا بنعرف انه هو من قديم الزمان، والعلوم كلها حددت بهذا الشكل وحاولت انها، حتى في بعض العلماء بيرفضوا مثل هذا العلم وبقول لك انه يعني الشخصية الإنسانية بتميل للثبات لكنها ليست ثابتة. فهذا شيء انا بس بحب اوضحه للمستمعين، انه يعني نحن ما عم نحكي عن قانون فيزياء، نحن بنحكي بشكل عام. نعم. كيفية التعامل مع انماط الشخصيات، واللي زي ما وضحت لأبونا وقلت له إنه يعني بدنا نبعد عن القهرية والانطوائية والسيكوباتية، مع إنه لازم نعرف إنه كل شخص فينا في عنده نمط، لكن في عنده نمط غالب. يعني لما باخذ أنا الشخص الحنون مثلا، هل هذا الشخص الحنون هو دائما بميل لأنه يضل على نفس النمط؟ بدي أعرف إنه يعني هذا الأشياء بتتغير، ممكن يكون هذا سلبي عدواني في بعض الأحيان، بس أنا بتحدث عن النمط الغالب. يعني لنفرض أنه إحنا وزعناهم، أبونا قال ثلاثة، أنا يعني بميل لأنه أربعة: الشخص المتوسط، الشخص المتحفظ، الشخص الأناني، والشخص اللي بنسميه أحيانا الشخصية القدوة. دكتورة باسمة، سؤالك كان واضح أنه كيف بتعامل. نمط الشخصية بيعتمد على قضيتين أساسيات، اللي هو بنسميه الانفعال، الفعالية والتحقق. الانفعال بنحكي عن مجموعة العواطف المجموعة عند الإنسان، قدي هذا الإنسان ميال لأنه يتحكم فيها بغض النظر عن نمط شخصيته. والفعالية بنحكي عن قدي هذا الإنسان قادر على أنه يعمل تحت الضغط، قديش فعاليته في المواقف المختلفة. والتحقق بنحكي عن نمط التفكير السائد عند هذا الشخص، وهو هذا اللي بيهمني. بدي أوضح بس نقطة صغيرة جدا، إنه نمط الشخصية بيتحدد دائما في المواقف التي تهدد الشخص. نعم. يعني الشخص لما بيكون آمن، بعيد عن الخوف، بعيد عن التهديد، بميل لأنه نمط شخصيته يكون متشابه عند الجميع. لما بيبدأ يشعر بالخوف، نعم، بيظهر عندي أكثر من نمط من الشخصية عند هذا الإنسان، وبناء عليه أنا بتصرف. فإذا كنت أنا بحكي عن الشخص اللي هو بنسميه المتوسط، اللي هو الهادئ المرح، اللي هو طيب القلب، هذا الشخص بميل بالغالب لأنه ياخذ تعليقات إيجابية، يعني بيبحث عن التعليقات الإيجابية من الآخرين. نعم. في حال عدم وجود البيئة المناسبة، برجع بقول اللي هي التعليقات الإيجابية، تمام، بميل لهذا الشخص بأنه يتغير نمط شخصيته، حتى الهدوء والمرح بيبدأ يفقدهن، بخاف يتناقش بمواضيع العمل. يعني بدي أكون حذر في مناقشة مواضيع العمل معه. بينما الشخص القدوة هو الشخص اللي بيحب يناقش مواضيع العمل. يعني كل ما كنت أنت ذكي في معرفة الشخص اللي بيقابلك، نعم، كل ما أجدت التعامل معه وأخذت أفضل ما عنده، نعم، وكل ما للأسف نسميها كل ما أسأت التعامل مع نمط شخصيته، كل ما أخذت أسوأ ما عنده. يعني مجموعة من العلماء والدراسات والأبحاث الحديثة والقديمة وخاصة الحديثة أثبتت أنه في يعني تقريبا 6-7 أنماط رئيسية في الشخصية. نعم. احنا ما يهمنا من دراسة أنماط الشخصية. نعم. احنا لا يهم، يعني المهم مو ليس فقط ان نحدد أنماط الشخصية، المهم ان نحدد أنماط الشخصية اولا، وثانيا كيفية التعامل مع هذه الأنماط. نعم. وكيف ممكن تفيدنا في التعامل مع الآخرين. نعم. احنا ليش بنسرد أنماط الشخصية، او ليش بصير عليها يعني مؤشرات بحثية كثيرة؟
لأنه بفيدني أنا ما أعرف الشخص زي ما تفضلت الأمامي، أنا بعرف شو نقاط قوته، بعرف شو نقاط الضعف عنده، بعرف الأمور اللي بتستثيره، بعرف الأمور اللي ما بتستثيره، فلما أحددها وأنا أحدد أنماط شخصيتي سهل جدا أتعامل معه. نعم. من السهل جدا أتعامل معه. هلا إذا بتلاحظ في الوقت الحاضر اللي إحنا فيه زادت النزاعات، زاد السلوك العدواني، زادت عمليات مخالفة القوانين والتعليمات، حتى بالسرعة على الطرقات، حوادث السير إلى آخره. ليش؟ لأنه في أنماط شخصية الآن قاعدة بتصير متعارضة أو متناقضة، خلينا نقول. نعم. أنا عندي نمط شخصي معين تعارض مع نمط الشخصي الأمامي، فسهل أنه يصير خلافات ونزاعات وسلوك عدواني وإلى آخره، ولا سمح الله لا قتل وغيره. هلا كيف أنا أرجع لسؤالك أنه نعم. كيف ممكن أنه أنا شخص أمامي كيف بدي أتعامل معه؟ نعم. بدي أتعامل معه، بدي أتعامل بالطريقة اللي أنا بشوفها ممكن تريحه. إذا هو بظهر سلوك معين أو أداء معين أو أفكار معينة بشوفه برتاح إلها، أنا ما بعرف ولا مختص على سبيل المثال لا بعلم النفس ولا بالأنماط الشخصية. نعم. ممكن الشخص العادي أي شخص معين إن بدأ أشوف شو الأشياء اللي بتريحه، أنا بعززها، بعزز هاي النقاط. الأشياء اللي ممكن تستثيره أنا بحاول قدر الإمكان إن أتغلب على هاي النقاط. هيك من السهل تفتحي الباب الحوار مع الشخص الآخر. أعطيتنا مفتاح ذهبي اليوم يا دكتور، والله هاي طريقة حلوة بدنا نجربها. إن شاء الله طبعاً. يعني يعني أبونا في بهاي النقطة بالضبط، يعني بالتربية، لما كنت بوظيفتي بالتربية رئيس قسم الإرشاد، يعني كن يعني أحكي لك، كان يمر علينا مثلاً أولياء أمور للمديرية بطريقة يعني عصبية كبيرة جداً، وأنا ما بلومه، لا ما حسب يعني شخصياتهم، ابنه تعرض إلى ظلم، تعرض إلى آخره، فكان الهدف إنه الله يعطيك العافية ممكن تقدم له فنجال قهوة، فنجال شاي إلى آخره، السولف معه بموضوع معين محايد، في الأخير بقول اللي بدك إياه سويه بحكي لك. فتخيل كيف ممكن إنك تمتص هاي المواقف السلبية وتعظمها وصير إيجابية، تتعظم الإيجابية. صار في بعض الصعوبة بتواجه الإنسان إنه يتعرف على الشخصية من خلال التواصل، أدوات التواصل الاجتماعي، يعني من خلال الواتساب والفيسبوك وهيك، صعب إنك تتعرفي على الشخصية، لأنه أنت لما بتتواصلي على الواتساب وبتحكي مع الشخص ما بتشوفي فيس تو فيس زي ما بقول وجها لوجه، تتعرفي إنه كيف حركاته، كيف انفعالاته، كيف عينيه، كيف انفعالات وجهه وهيك، فما بتقدري إنك اللي بسموه لغة الجسد، فما بتقدري إنك تعرفي كيف شخصيته أو تدرسيها، فبيكون صعب إنك تعرفي شو نوع شخصيته تقدري تتعاملي معها، فصار على الإنسان صعب. فكيف هلا هذه هاي كمان تحدي قدام علماء النفس إنهم يعرفوا عن بعد أنماط الشخصية، هذا تحدي لإلكم. هو فعلا بس أكيد في بعض الأشياء يعني هي بتميز أكيد. هلا هي فعلا تحدي، بس أنا لما بحكي إنه هاي يعني كيف شخصية الفرد، ما بنسى إنه التفكير ونمط الكتابة ونمط السلوك، يعني كل شخصية الإنسان هي ضمن الشخصية. نعم. هلا برافو، شفت نمط الكتابة صار بيحدد كمان. نعم مظبوط. هلا الشخصية هي العنصر البيولوجي اللي بنورثه، والنمط السلوكي اللي اللي من ضمنه نمط التفكير ونمط الهي. نعم. هلا هاي كلياتها أنا بكسبها. نعم. هلا في الميديا وغيرها. نعم. يعني كل أنواع الميديا. نعم. أنا لما الشخص بيكتب بتقدري تعرفي نمط الشخصية من خلال كتاباته وتفكيره ونمط كتابته. نعم. هلا أنا كشخص عادي جدا باجي بقرأ لهذا الشخص، هلا كيف بيكتب هو، كيف بيفكر، نعم، كيف بيكتب هو، شو متعلم وشو واصل لمرحلة من الكتابة. نعم. هلا كيف بيكتب، ايش في عنده من امراض، شو في عنده بداخله. نعم. هذا كله ببين في الميديا. هلا الشخص لما بنقول هذا شخص مثلا واصل مرحله علميه عاليه، لما بيكتب بحلل. هذا الشخص بتطلع انا على كتاباته، ياي شو زي كانه اينشتاين. بعرف انها
مسروقة. بالتالي لأنه طبعا في بعض الشغلات بياخدوها وبحطوها بقولوا إحنا كتبناها، فبيجي لما بشوفها بعرف إنها مسروقة، بعرف إنه هذا الشخص عنده استعداد للاحتيال، عنده استعداد للغش، عنده استعداد للتظاهر. فكتير من الناس لما بيجي بيكتبوا على الميديا، حتى لما بيبعتوا رسائل للناس لبعض لواحدة لكذا، بيجيبوا لها والله أنا مطلق، والله أنا تارك مرتي، بس يكتب هيك بتعرف إنه هو كذاب، لأنه بده يتظاهر بشخصية غير شخصيته. إذا هذا الشخص هو غير حقيقي، هو في ثغرة في داخل شخصيته، بده يعني يتظاهر. إحنا بنقدر نعرف الأشخاص هلأ لما بيكتب طريقة الكتابة، هل هي طريقة جيدة أو علمية، ولا هي طريقة عفكشية؟ عنده استعداد أنه يسب، عنده استعداد أنه يستخدم ألفاظ قذرة، أو شخص بيبحث في تاريخ بتحط، كل هاي بتظهر الشخص.